سيد رئيس الحكومة تحدث على أساس أن هذه الحكومة جاءت على أساس أن هناك انسجام، هناك إرادة شعبية هي التي أوصلت هذه الحكومة إلى سدة الآن يعني التدبير الشأن العام، وهذا غير صحيح لأنه ما عرفت الانتخابات 8 شتنبر من استعمال للمال الواسع هذا كيأكد بأنه مازال الفساد ينقر، ولا أدل على ذلك ما وقع في فاس بالأمس. فلحد الآن يعني هذه القضية ديال الفساد اللي كيميع العمل يعني السياسي، والدليل أيضا أن هذه الحكومة ينخرها الفساد وهذه الملفات التي انفجرت والفضائح لجميع الأحزاب المكونة لهذه الحكومة. هذه حكومة يدعي بأنه حكومة اجتماعية بامتياز في الوقت الذي نجد بأن الورش الاجتماعي المجتمعي ديال جلالة الملك المحدد بأجندة زمنية ل 2021-2022 هذه الحكومة خارج هذا. ثم المسألة الثانية وهو توفير الموارد، وهو يقول بأنه وفر الموارد وهذا غير صحيح لأن الموارد التي رصدت لهذا المشروع جاءت من المديونية من البنك الدولي، 3 ديال الديون اللي داروا. المسألة الثالثة وهو أن مجموعة من الناس اللي حرموا اللي كان عندهم الرميد، فهو يقول بأن كان هناك 4 ملايين التي تستفيدوا من الرميد وهذا غير صحيح بالوثائق التي أعطتنا هذه الحكومة بمناسبة قانون المالية واللي هي 7 مليون وجوج ومئتين ألف والآن أصبحوا 4 مليون، وبالتالي الذين حرموا من التغطية الصحية هي 8 مليون الذين وجدوا أنفسهم خارج. فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي لملاحظ وهذا ركض تلقاو عند المواطنين، مجموعة من المواطنين تلقاو الدعم في البداية ثم حرموا منه خلال هذه الأشهر القليلة الماضية، فهناك ارتباك كبير فيما يتعلق بالمسائل ديال العمل الاجتماعي. المسائل الاقتصادية حدث ولا حرج، فالتضخم يعني عرفنا أعلى نسبة ديال التضخم اللي هي تجاوز 6% وأكثر من 20% بالنسبة للتضخم الغذائي، ولكن إلا كان واحد العنوان اللي يمكن نعطيه وهو فيما يتعلق بالبطالة، هذه الحكومة ضربت رقم قياسي في البطالة 13% اللي ما عرفاش المغرب هذه أكثر من 20 سنة. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيك بريس وتبارتاجيو مع صحابكم.